موقف ثاني قوي. أول ما تزوجت طبعا الرجل اللي بتكلم عنه من أطيب الرجال يعني ليس سيئا، لكن سبحان الله طبيع تطلع إيه طبيع. أول ما تزوجت عزمني أحد المشايخ الله يسعده، فكنت جالس أنا كذا وكان الشيخ إقبالي وجنبه واحد إيه يوم تزوج أي مرة ما أنا ما تزوج إلا أم عبد المحسن بس، يقول زوجة أم عبد المحسن ولا غيرها أم عبد المحسن بس. فقال هو يقول للشيخ قال يا شيخ من هو هذا؟ قال هذا فلان. قال كذا يقول ما عنده صورة يا شيخ، ما 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 في صورة له ولا شيء ولا. قال اترك يقول لك كذا، لا انها حمر يا شيخ نبي ناخذ له الصورة. اللي جنبي رجال كبير قال لي لا ترد عليه، والله ما ردت عليه. ثم قال يا شيخ خله يجيب لنا الصورة على أساس نخوف العيال في الليل إذا بغوا ينامون. شرحت هذا اللي صار وأنا ما أعرفه ولا لي بعلاقة ولا أول مرة أشوفه. وفي مجلس مليان مليان مرة 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 عاد أنا ما صبرت توك شباب ذيك الأيام الواحد. قلت لها مناسبة يا بعيد قلت له وله رجال عاد ما شاء الله ما هو حمر لو تقول له كذا صب دم عجيب ايه معلش لازم علي ردي قوي لكن بقوله. قلت له وراك تاخذ صورتي وانت ما شاء الله عليك ازين من اختك خذ صورك انت. قال اقشر يا شيخ هو يقوله حاسس الشيخ عاد يقول أقشر يا شيخ لا هذا الأدب وسكت. قال لي جنبي بيض الله وجهك زعلانين عليه ها يعني شوفوا يا جماعة الخير رفقوا علينا بالزنجبيل يا الربع حمك الله بيطلع البرد والله هذا الزنجبيل خلاص خذ راحة ما عليك ما إجباري ايه. أنا أقول المواقف لازم تحكم الرد فيها لكن لا تستعجل يعني لا تستعجل بشيء تندم عليه. أنا أقول له الحمد لله واحد يعني حنا ننقل لكم خبراتنا ليه عركتنا الدنيا وعرفنا حدك واحد في الشارع لا 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 اهدأ اهدأ ترى يقول هالكلام وأنا جالس لكن ترى إذا عودت نفسك تلقى نفسك صرت بشكل جيد سواء في مجلس في الشارع في أي مكان بقدر ما تستطيع وطن نفسك على الهدوء والطمأنينة بتلقى ردودك جميلة وفعلك جميل وعلى ما قال تزيل لك الدنيا كلها.